هذا الخبر العاجل، حيث نفت وزارة الطيران المدني ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها. تؤكد الوزارة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة وتهيب بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين، وضرورة الاعتماد على البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني.